انا نيران جوهر، مصنفه الاولى على العالم في الاسكواش. مبسوطه جدا ان بقى فيه اهتمام بالرياضه النسائيه دلوقتي في مصر. يمكن في الاولمبيكس حتى السيدات شرفونا جامد جدا، جابوا ميدلز مش متاكده يعني زي الولاد او اكتر، بس يعني الرياضه النسائيه دلوقتي بقت حاجه كبيره جدا في مصر. يمكن في الاسكواش احنا اول ثلاثه على العالم في البنات مصريات، ف إنجاز كبير، وبحس الرياضة النسائية قاعدة بتتطور كل يوم، فحاجة مشرفة جدا يعني.